صنعنتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال الضربة القضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا رجعنا وبتقوينا احنا ملوك اللعبة احنا بنعليها احنا بدعنا الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا الاهلي سيد القرى واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال الضربة القضية هتتشال الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بنفس سيناريو الموسم الماضي الاهلي ينجح في تخطي عقبة سان داونز بالتعادل الايجابي 1-1 ويتأهل للدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا.